من الرجول يعني من الشبكة متاع فاق تونس اللي باش نكونوا في 60 65 ممكن 70 بلدية مش كانك 48 هذوكم. وهذه حاجة باهية علاش؟ خاطر كي الناس قعدت مع بعضها في المستوى المحلي صار تقييم متاع وين النجمو وين كذا، والناس تقول علاش ما نمشيوش مع بعضنا هوني وممكن نعملوا قائمة مع بعضنا نكونوا أقوى في أمر في البلدية. الشروط المطروحة والجلسة متاع البارح بالذات يظل كان جلسة مهمة جدا، لأن الاجتماع اللي تقريبا حددتوا فيه الخطوط الحمر والخضر والصفر يظهر لي. فالشروط المحطوطة اليوم لتشكيل القائمات، أولا شرطوا على بعضكم كأحزاب باش نجمتوا تتلموا 11 حزب، وإحنا نعرفوا أنه اللمان اليوم صعيب. أي شوف إحنا الحقيقة فما ساعة قبل كل شيء الدافع ساعة نشكروا، وهذه فرصة معناها باش نشكروا المبادرين. المبادرة بدأت من زوز شخصيات مستقلة، سي منير الشرفي وسي فتحي جلاسي نحييهم. والحقيقة أنا من القيادات السياسية اللي قلت لهم راو ردوا بالكم، هالمبادرات متاع التجميع والتجميع واللمو راهو كثروا، والجبهات كثرت، وإعلان النوايا كثر، ولهذا معناها نشجعوكم، وكان خلطتوا النتيجة احنا باش نكونوا معاكم ووراكم، ولكن راهو يلزمنا في آخر أمر يلزمنا هدف وين الناس باش تقيس حقيقة هالإرادة هذية. وجاتنا الفرصه بالانتخابات البلديه، من الاول كنا نجتمعوا على مواقف سياسيه فيما يخص الانتخابات البلديه، وقت تكوين الهيئه العليا للانتخابات، تاريخ الانتخابات، شروط الانتخابيه وغيره. ما خلطناش خاطر بدينا مخر، كنا نجموا بالك شي كان جينا عندنا اكثر وقت، ما خلطناش نتلموا في انتخابات الجزئيه اللي صارت في المانيا معناها في مرشح واحد، ولكن قلنا البلديه هذه البلديه ما خلطتوش ولا ما نجمتوش خاطر زاد الحديث صار ما يظهر لي زاد فما حاجات عاطفه. ما خلطناش يعني كي بدينا نحكيوا على الموضوع ديجا برشا حزاب عملت القائمات نتاعها وعملت مرشح وكذا، معناها لازم ديما نراعيوا الشؤون الداخليه نتاع الاحزاب، معناها الرجوع بالتالي سعيد. وقت اللي البلديات من الاول قلنا راهو فما فايدة ساعة قبل كل شيء للبلاد، احنا ماشيين في مرحلة وين حقيقة باش نخلطوا حظوظ الانتقال، نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس باش تكون مرتبطة نوعا ما من الانتخابات المحلية هذه، على خاطر في تونس بدينا إرساء الديمقراطية وبناء الديمقراطية بالمقلوب، يعني بدينا بالورقة البيضاء للدستور ثم هبطنا للمجلس التأسيسي ثم مشينا للمجلس النواب ورئيس جمهورية انتخبناه في 2014، ولكن ما عملناش الديمقراطية المحلية وين المواطن باش يكون فاعل أكثر، باش يكون معناها ولد حومة موجود في المجلس البلدي، وين المواطن يلقى شكون يحاسب أكثر.